نحن هلا واقفين محل ما كان موجود هيدا البنا المتعدي على شط ابو علي، والناس اللي تحركت هي ناس هيدا بيتها. التعدي جديد ممنوع، وكرمال هيك لما تشوفونا بمناطق بتشوفونا لانه هلا في تعدي، مش يعني ناسين القديم، لانه عم نجرب نحافظ على اللي بقيه. بلشت وقت عرفنا انه في مشروع بده ينعمل هون هيك تغاسات ودكس خشب وبارز وما بعرف شو، عرفنا فيهم وكانوا بلشوا بالشغل فوق ودغري تحركنا. بيزيكلي اللوكلز يعني العالم اللي بتنزل على البحر هون. قد ايه صار لك تنزل على الشط؟ 25 سنة. هيدا من رواد الشط كمان. انا بيجي على طول لهون لي 30 سنة بيجي، وبنعرف انه هيدا شط شعبي. وقبل هالموضوع كمان سكروها بحيط خفان وجينا نحن وكسرنا وفتنا. في اجتماع تنسيقي مع الاهالي واطلقوا الاهالي سيف ابو علي، وكان قرار نحن بدعمه، وكلنا نزلنا تحت عنوان حمله الشط لكل الناس. صرنا 3 شهور كتير عم نشتغل. بالاول انه نكون موجودين هون كل الوقت نقدر نوقف الاشياء اول ما صارت، وبالروحات على الوزارة، وفتحنا على السوشيال ميديا، وكنا بيج كوميونيتي. صار مثل انه في دومينو ايفكت، هلا صار في حكي نوقف تاني. Yeah. حتى قبل ما راحت، بعد ما راحت قوي، بس قبل ما راحت في كتير عالم صاروا يحكونا وهيك سامعين بمحل عن حدا عم بيسكر الشاط او حدا عم بيتعدى او شيء. صرنا نلتقى ونجتمع وهيك لنشوف شو فينا نعمل، كيف فينا ندعم بعض، يصير في مثل كواليشن او شيء. وهوبلي انه يضلوا، يعني هيدا الشيء منه هين، لانه عم بتواجه ناس قوية كل حدا بطريقه معينه. صار في تواصل بيننا وبين السكان، وصار في اجتماعات، رحنا وزيارات ميدانيه، شفنا شو في تعديات، وبطريقنا نحن عم ننزل على كفر عبيده، يعني كنا على اساس نازلين على شاطئ ابو علي، بعدين شفنا شو صاير عند العلميه رغده درغام، شو صاير بتحوم، يعني كانت لنا صدمه ومفاجاه، لانه لما عملنا الدراسات هو ما كانوا طالعين، لقيناهم عم بيطلعوا، ما توقعناهم يطلعوا لانه ما في مراسيم، ما في حكومه، اي شيء بده يكون على البحر بده مرسوم. My friend came a month ago and she said she comes every year and she was disappointed to see that the beach was blocked off. She comes every year and she didn't see this happening, and so it's blocking the view of what's beautiful about Lebanon. أو عندنا أولويات، الأولوية كل شيء جديد ما يطلع. وبالمناسبة مهم نذكر اليوم بالناقورة في أعمال تسوية لأراضي، وهيدا عم يضرب الصخور الفرمديتية اللي إلها أهمية بيئية كتير عالية. تاني موضوع اللي صار موضوع الأسمية، حدا عنده عقار توسع فجأة واشتغل 24-24 ليتوسع، في رخصة لوزيرة الأشغال بمنطقة المنصف كمان لأحدهم إن تعمل عرس لابنها بقلب الشط، فهي عم بتعمر على الصخور لتعمل عرس لابنها. وزير الأشغال صار يعطي رخص لناس تعمل عرس لابنها بمنطقة الدمور اللي عم بيصير على العقار اللي مالكه ناظم أحمد، إنه هو جاب توبوغراف حط حدايد ليحدد الملك تبعه وطلعوا بقلب المي، وعلى أساسه قامت الأهالي وتحركت لأنه شافت إنه في تشويه للشط وفي اعتداء على الملك العام. بس ما نحن بنعرف القانون، أنت مضطر تتراجع بين 10 و20 متر عن البحر حسب المنطقة، ولازم تتراجع 6-10 متر عن سكك الحديد. طب مجرد ما تراجعت من الميلتين، حكما الارض اللي انت فيها غير صالحه لاي اشغال، اذا لا يحق لك تعمل اللي انت عملته. موضوع عم شيت، خلينا نقول اليوم لما انت تيجي تكسر بهيدي الصخور انت عم تضرب التنوع البيولوجي، يعني انت عم تقتل كل شيء تسوي سمكيه بالبحر، يعني عم تعمل بحر ميت. خلينا نقول وزير الاشغال ما في يطلب من حدا يباشر اعمال بدون دراسه اثر بيئي، ما بيكفي رخصه وزاره الاشغال، وبالتالي اللي عم بيصير خطير. سو وقتها لسبب معين، لفساد، لحدا مستقوي شوي او مش منتبه انه القانون هيك بيتعدى على حقوقي، انا لازم انتبه انه لا، انا قيمتي ومن حقي انه يكون عندي بحر، كل البحر اقدر اوصل عليه بلا ما ادفع، بلا ما حدا يعمل عليه مشاريع ويتعدى وكل هولي. المطلوب هدم جميع التعديات من شمال لبنان لجنوبه. يعني كان محصور في الاوضه هيدي خناقته،
هلا صراحة أوسع أشرح يعني. منون شيء التعدي هي أول مرة بيجي لهون سو جينا وكل عالم مبسوطة.